انعقدت أمس الجلسة العامة الخارقة للعادة للمحامين والتي دعا إليها أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، وذلك للتصويت السري حول إبقاء العميد شوقي طبيب للمدة المتبقية من الفترة النيابية الجارية، أي لغاية جوان 13 و2000. وبسبب عدم توفر النصاب القانوني علق العميد هذه الجلسة ودعا بمقتضاه لانعقاد جلسة ثانية بتاريخ 5 مايو المقبل. أعلن لكم باسم مجلس الهيئة أن النصاب القانوني لانعقاد جلستنا هذه وفقا لأحكام الفصلين 53 و54 من المرسوم عدد 79 لسنة 2012 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لم يتوفر، بحكم أن عدد الزميلات والزملاء الممضين على ورقة الحضور هو السيد الكاتب العام قديش؟ 477، في حين أن النصاب القانوني والمقدر فمشكوك ما صححش ايش ما في حين أن النصاب القانوني والمقدر بثلث المحامين المباشرين ممن يحق لهم التصويت حسب سجلات الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ اليوم الموافق ل 20 أبريل 2012 هو 2541 من جملة 7621 محام لهم حق التصويت. وأكد شوقي طبيب أن الجلسة القادمة ستنعقد حتى في حال عدم توفر النصاب القانوني، ومهما كان عدد الحاضرين للتصويت حول بقائه على رأس العمادة. متوقع أن عمليا النصاب ما يتوفرش في جلسة أولى، عمر ما يتوفر في جلسة أولى. الشكلية هذه مجعولة في قانون المهنة وفي قانون حتى بقية الجمعيات نوع من التحفيز للحضور في الجلسة الثانية اللي هي تكون جلسة حاسمة. فيعني نحن متوقعين يحضروا العدد هذا معناها بتاع الزملاء اللي هو عدد هام، عدد هام، وما تنساش اللي عدد كبير من الحاضرين اليوم جاوا من داخل الجمهورية. وإن شاء الله نهار 5 يقع حسم الموضوع نقوله بصفة نهائية. إن شاء الله يكتمل النصاب القانوني إن شاء الله نهار 5 مايو، وإن شاء الله تعبر وقتها المحاماة التونسية عبر الجلسة العامة متاعها اللي هي ذات سيادة عن إرادتها وحدها بصرف النظر عن تدخلات متاع الأجانب عن القطاع، وخاصة منهم كل ما هو تم نشره والسعي إلى أنه المحاماة ماهيش مستقلة أو ماهيش قادرة أنها تاخذ قرارها بإيدها. احنا في الجلسة العامة المحاماة التونسية قادرة أنها تاخذ قرارها بإيدها، محاماة سوليدير متماسكة متجانسة، وإن شاء الله كل هذه مجرد سحابة صيف إن شاء الله يقع تجاوزها، وإن شاء الله المحاماة تبقى دائما شامخة مستقلة وشعارها هي تحقيق العدالة والحرية كما كانت وكما عودت التوانسة الكل وخاصة ابن الثورة. وقد تفاعل العديد من الحاضرين في الجلسة بعد الكلمة التي ألقاها العميد شوقي طبيب ورفعت شعارات تنادي باستقلالية القضاء، كما دعا بعض المحامين لمناقشة المشاكل المتعلقة بالقطاع عند إعلان العميد تعليق الجلسة. المحاماة كانت وستظل بحولها كما شفتوها اليوم متماسكة، على الرغم من أنه في بعض الأحيان تشوفوا بعض المظاهر خلينا نقول متاع انفلاتات، ولكنها هي مظاهر عابرة يقوم بها بعض الزملاء على حسن نية والبعض للأسف على سوء نية، ولكن التاريخ بشي حاسب اللي يخطئ، والمحامين يعرفوا شكون اللي يحب المهنة وشكون اللي يدافع عليها وشكون متمسك بشرعيتها ويعرفوا شكون اللي يحب يوظفها. لا فما تفاعلات كبيرة برشا باش تسير، يعني فما حدث استثنائي بينكم به أثر برشا إشكاليات حتى قانونية على رجال القانون، والمسألة دي مطروحة لأكثر من جواب وأكثر من رؤية أكثر من قراءة. على كل نتصور الجلسة العامة باش تشهد معناها نقاش كبير برشا، والمهم يستير التوافق اللي هو نحبوا التوافق معناها سيرتو السنة نحبوا سمر التوافق إن شاء الله يصير توافق على حل ما يرضي جميع الأطراف الأكثر الأقل. فهل تحسم جلسة 5 مايو المقبل الخلافات القانونية التي اندلعت بين المحامين والتي وصلت حد التقاضي منذ انتخاب شوقي طبيب عميدا للمحامين في 5 جانفي الماضي؟ وهل سيتم الحسم نهائيا في بقاء شوقي طبيب على رأس العمادة حتى جوان 13 و2000 أو انتخاب عميد جديد للفترة النيابية المتبقية؟